السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الجوزاء. هنشوف قراءتكم دلوقتي يا برج الجوزاء مستخبي فيها ايه، وايه التقدم اللي عندكم الفتره دي. يلا بينا نقول بسم الله ونصلي على الحبيب ونشوف القراءه لبرج الجوزاء. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. لا، طاقتكم مأثرة عليكم الفترة دي. الفترة دي انتوا تعبانين، في تفكير رهيب. عندكم حاجتين، النتيجة واحدة لكن التفكير رهيب جدا. الفترة دي في شوية حاجات هتحصل، شوية الحاجات دي هتفرحكم وهتسعدكم وهتخليكم تاخدوا قرار مهم. في خبر ليكم، فرح ليكم مدة مستنيينه. الخبر ده متعلق بالماديات، لإما كلام خص فلوس، لإما تغيير مكان، الله أعلم. هو متعلق بالماديات في حياتكم. في إمتى هتتمضي الفترة دي؟ لإن أنتوا هنا عندكم سفر، عندكم طريق جديد، في وداع. لإما هتسافروا، لإما حد هيودعكم وهيسافر، أو أنتوا في طاقات جديدة. في شخص عندكم، الشخص ده عمال يراقب فيكم على السوشيال ميديا، على اي موقع تواصل، على اي مكان عمال يراقب فيكم. هو متسلط عليكم وحاطط عينه عليكم. هو مش عايز يأذيكم، بس هو يعني هو مش بيأذيكم، لكن هو بيفكر فيكم وطول الوقت عايز يعرف اخباركم. انتوا حاليا مش مرتاحين في ارض البيت بتاعتكم. في شخص، الشخص ده عمال يزن عليكم، متسلط. الشخص ده منافق، ما بيحبش يعني ما بيحبش ان انتوا تكونوا كويسين، عايز دايما يدخلكم في حوارات، يدخلكم دايما في مشاكل، دايما يدخلكم في عراكيل. انتوا عندكم حذر تاما من واحده ست. الست دي متعلقه بيكم وصاحبه ليكم، هي عامله ان هي بتحبكم وهي مش بتحبكم. الست دي شكليا حلوه، جسميا حلوه، عيونها عسلي، مقربه ليكم، صديقه انتوا عارفينها كويس جدا، عايزه توقعكم في خطيئه، عايزه تمسك عليكم حاجه، عايزه تاخد مكان شغلكم، الله اعلم. خدوا بالكم وخدوا حذركم واكتموا شويه وداروا عن اي حاجه في حياتكم. بدل ما انتوا عمالين تتكلموا، انتوا طيبين جدا، عندكم طيبة قلب رهيبة، بس متخانين. متخانين ليه؟ لان طيبة قلبكم بتخسركم كل حاجة انتوا بتتكلموا عنها. انتوا نجمكم خفيف جدا، ومعنى ان نجمكم خفيف جدا ده بيدل ان انتوا مش مرتاحين، والحسد الشديد بيأثر عليكم. طيب ايه الضغط اللي عندكم عليكم؟ ضغوط نفسيا بسبب اقساط، بسبب ان انتوا شغالين ولسه لحد الان ما مسكتوش فلوس حلوه في ايدكم، الله واعلم. الوضع بتاعكم بيتحسن واحده واحده. طيب في شخص، الشخص ده يعني هو مشتاق لكم جدا، هو نفسه ان هو يكلمكم، او هو في غربة وعايز يرجع، وهيبقى في مفتاح. المفتاح ده هيكون جديد، انتوا بتحضروا لنفسكم لخطوبة، لزواج، لاختكم، لاخوكم، ليكم، الله اعلم. في احتفال بفرحة نجاح حد، او في امور هتتخطوها باذن الله. انتوا هنا ناويين تشتروا عربية، ناويين تشتروا ارض، في حاجة عايزين تشتروها، وفي كلام يخص ورث مع ناس كبيرة في السن. انتوا عايزين تاخدوا حقكم لان انتوا صبرتوا كتير. في شوية اعراض بدأت تظهر عليكم، لإما عندكم حمل، لإما عندكم شوية وجع في الجسم ومش عارفين تفسروا، وكشفتم لحد الان مش عارفين تفسير الحالة بتاعتكم. البعض منكم عنده وقف الحال، ووقف الحال ده بسبب عين واحدة ست من اهل الشريك. انتوا دايما في شد، في جزر بينكم وبين اخوات الشريك او اهل الشريك، دايما في مشاكل ودايما بيتحط عليكم، وانتوا كارهين المكان اللي انتوا فيها. عندكم احلام مزعجة، الاحلام المزعجة دي
فيهم حلمين مزعج وفيهم حلم بيدل ان انتوا هيكون من عندكم خيرات كتيرة جدا ورزق كله تفاؤل وفرحة وهنا. في علامة في الجسم، عندكم علامة في ايدكم في رجلكم، العلامة دي انتوا متحسوش بيها بس فجأة بتشوفوها في جسمكم. العلامة دي بتدل على الطبيعة بتاعتكم او القرين اذيكم وعمل لكم مشاكل، فلازم تحصين النفس قبل النوم علشان ما يصبكمش اي وجع في جسمكم. انتوا مش مستقرين عاطفي الفترة دي، يعني البعض منكم كل ما يرتبط يحصل حاجة ما تتمش فرحته، كل ما يقول خلاص ترجع حاجة لورا. في شوية لخبطة عندكم في حياتكم العاطفية، مفيش استكمال ابدا، وكل ما تقولوا هانت في العاطفة بترجع اسوأ مكانت. ده ليه؟ ده لان مفيش اي حاجة بتكمل عندكم، مفيش فرحة بتكمل، مفيش امور بتتخلصوا منها، وعشان كده انتوا نويتوا تخلصوا وتمشوا وتبعدوا عن الضغوط النفسية. طيب البعض منكم هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، ربنا هيكرمه من خير وهيفرحه جدا، لان في شوية حواجز انتوا هتتخلوا عنهم وهتبعدوا. البعض منكم الفترة دي مش لاقي حظه مع الشخص المناسب ليه، او مع الشخص اللي بيقول عليه نصيب، او الشخص اللي بيقول عليه ده حبيب. انتوا مش لاقيين حظكم، رغم ان انتوا بتكرموا من خيرات كتيرة، بتدوا من امور كتيرة جدا، يعني اللي في ايدكم معروف ان هو مش ليكم، لكن انتوا اهملتم. اهملتوا في صحتكم، اهملتوا في نفسكم، اهملتوا حتى في حياتكم بالكامل مع الشخص ده، لان انتوا حبتوه. الحاسة السادسة عالية جدا عندكم، انتوا هيكون في استقرار، لان انتوا هتعرفوا الناس اللي قدامكم. حصل عندكم سرقة في فلوس او في ذهب او في حاجات تخص ماديات، اتسرق من عندكم حاجات، في طاقة ايجابية، والطاقة الإيجابية دي هتجعلكم في طاقة أحسن من الأول الفترة دي. في حد من أبراج ترابية بيأذي فيكم، خدوا بالكم منه. طيب ليه العند؟ العند بيخسركم كتير الفترة دي. انتوا في شوية لخبطة في الشغل، في لخبطة النفسية، فيها لخبطة، وحاسين ان في ناس واقفة ضدكم. لازم تهدوا وتهدوا اعصابكم، وبلاش التسرع اللي انتوا فيه، لان التسرع اللي انتوا فيه بيوقعكم في مشاكل، اذا كان على الشريك او اذا كانت زي ما يكون، وانتوا بتجيبوا المشاكل لنفسكم والعين. طيب بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا مستنيين حد او مستنيين حاجة متأخرة عليكم الفترة دي. انتوا هتكونوا في وضع احسن، لان هيكون في تركيز على الهدف بتاعكم، علشان خلاص انتوا قررتوا ان انتوا ما تخسروش تاني، قررتوا ان انتوا ما تقفوش على نفس المكان اللي انتوا فيها. انتوا الفترة دي ناويين تمشوا في طريق جديد، والطريق الجديد ده هيكون خير لكم، لان في خطوة جديدة. في حد كبير في السن، الحد الكبير ده في كل الوقت طول ما بيصلي بيدعي لكم، لان بيحبكم جدا جدا، اذا كان راجل او اذا كانت ست. طيب في خيانة في حياتكم، في حد بيخون حد، وانتوا لاما عارفين وساكتين، لاما هتعرفوا وهتسكتوا وهتبدأوا تفكروا تعملوا ايه. انتوا بتوقعوا نفسكم دايما في شدة مع الاصدقاء ليكم. طيب انتوا حاسين حاليا من جميع النواحي متقفلة عليكم، في خبر حمل، خبر الحمل ده انتوا مستنيينه من بدري، وده هيفرحكم قوي. طيب في مساعدة، والمساعدة دي من حد كده ليه سلطة او ليه مكانة عالية. حرف الام علاقتكم بيه ما زالت موجودة، او هيبقى في طاقات مفتوحة في لقاء عاطفي. اللقاء العاطفي ده هيتفتح قدامكم، وفي كلام هيتقال من ناحية العاطفة، او فيها يبقى في تعارف من ناحية العاطفة،
جدا علشان اسم العاطفه عندكم هيكون فيه استقرار، لكن خدوا بالكم من طرف ثالث بيأذي فيكم، والطرف الثالث ده مأثر على ضغوطكم في حياتكم. البعض منكم عنده علاقه تانية، عنده طرف تاني، عنده طريق تاني، الله اعلم. انتوا في حد عندكم بيحاول الفتره دي ان هو يعمل لكم كركبه، تشتت التفكير، عدم توازن في اي حاجه، فانتوا خدوا بالكم لان انتوا اعقل من كده واكبر من كده. انتوا الايام اللي جايه هتبداوا تاخدوا خطوات جديده وامور مختلفه. في دخول محكمه، والدخول المحكمه دي هيبقى الاضواء عليه، العين عليكم، لان انتوا هتاخدوا حقكم وهتبداوا تسمعوا اكتر ما تتكلموا الفتره دي، لان الحوارات اللي بتحصل حواليكم دي انتوا هنا وعندكم كام حوار بيحصل، لكن في اتنين من نفس المحيط بتاعكم بيساعدوكم وعايزين يقفوا معاكم في طريق الخير. انتوا مستنيين مال، والمال ده هيبقى عن طريق حد. البعض منكم شغال في العقارات، شغال في السمسرة، شغال في مقاولين، الله اعلم. انتوا فعلا مشغلين في شغلان او هتشتغلوا شغلانة حلوة. الحياة هتبدأ معاكم واحدة واحدة. انتوا الفترة دي بتحاولوا تعملوا فحوصات، لان انتوا في حاجة بتشتكوا منها ومش عارفين ايه هي، فبتحاولوا ان انتوا تحركوا حاجات كتيرة جدا، بتحاولوا تاخدوا خطوة لقدام، هتروحوا تعملوا فحوصات للجسم، ولو في حاجة عندكم ما تعالجوها، لان بدأتوا تهتموا بنفسكم جدا وبدأتوا تمشوا، يعني انتوا بدأتوا تفهموا الحياة صح. انا عايزاكم دايما تخلوا بالكم من تصرفاتكم اللي عندكم، لان انتوا دايما محطوط عليكم، ودايما بيتجاب الغلط عليكم، عندكم سلفة بيتحط عليكم وهي مش حبالكم ابدا الخير، فيها غيرة وحقد وغل، وانتوا لسه اصلا عاملين حوار بينكم بسبب الاطفال، بسبب كلام، بسبب امور الله اعلم. انتوا بتحاولوا دايما تهدوا الدنيا، لكن لما بتتعصبوا ما بتعرفوش الارض من السماء، الدنيا كلها بتكون سودة قدامكم، يعني بتاخدوا حقكم من غير ما حتى يعني بتعملوا المستحيل ان انتوا تاخدوا حقكم. وانتوا فيكم طبعا ان انتوا ما بتستنوش حد يجيب لكم حقكم. الفترة دي في عقل جديد، يعني هتبدأوا كده تقعدوا تاخدوا نفس عميق وتبدأوا تصلحوا الدنيا بتاعتكم. طيب مين الشخص اللي عايز يساعدكم؟ في مبلغ من الماديات هيبقى فيه مساعدة، انتوا في حد بيتجسس عليكم من ابراج نارية، هو بيحبكم، يعني الحد اللي عندكم من ابراج نارية بيحبكم جدا، بس يعني باله مشغول جدا عليكم، خدوا بالكم منه، لان فعلا ممكن ما تلاقوش الشخص ده يحبكم بالطريقه دي تاني. طيب في حد مات عندكم وقلبكم مكسور على الحد اللي مات ده، هو حد كده عازب، او فتاه عازبه، او شخص عازب الله اعلم، او حد عندكم انتوا كان ليكم علاقه بيه. مين الشخص اللي كان معاكم عيش وملح واداكم ظهره لما انتوا عوزتوه على طول من غير كلام، اداكم ظهره ومهتمش بيكم، حتى ما بيردش على تليفونكم، وانتوا ما عاتبتهوش على اي حاجه، او بمعنى صح قلتوا خلاص مفيش اي مشكله، يعمل اللي يعمله. انا الفتره دي في امور عندي مختلفة. طيب في حد هنا عايز يعمل لكم سحر تشويش جمال، حاجة تخص الجمال، ليه بقى؟ علشان الغيرة بتعمل قلب، خدوا بالكم من النقطة دي. انتوا هنا مأمنين لحد وقايلين سركم لحد، وده غلط.
فما تخلوش حد يستغل كلامكم، وخدوا بالكم من المكالمات لان ممكن يكون في تسجيل الشات، خدوا بالكم منه وانتبهوا دايما على حالكم، على حتى كل كلمة من كلامكم. عايزين تكلموا وتفضفضوا ورقة وقلم واكتبوا كل اللي يوجعكم واذيكم واحرقوا الورقة. هتلاقوا نفسكم خرجتوا الطاقة السلبية وبعدتوا عن اي مشاكل، لان الناس بتعمل خير في البداية لحد ما تاخد اللي عايزينه ويمشوا ويأذوكم، وانتوا من طيبة قلبكم بيستغلوكم. المساعدة اللي هيساعدوها الناس ليكم هم بيحبوكم فعلا. اتأكدوا ان الناس اللي بتساعد هي بتحب، مش بيساعدوا ان هم بيعملوا مجاملة، لا انتوا هي حد هيساعدكم وهيقف معاكم. في حد مصاب عندكم بمرض وبياخد علاجات او بياخد علاج خطير، في شوية لخبطة، في حد كان في غيبوبة وفاء او كان في كشف وكشف يعني كشف وانتوا بتحبوك وزعلتوا عليه، الله اعلم، لكن بإذن الله هيكون في شفاء عندكم. بسم الله. طيب انتوا عندكم حاجات هتحصل عندكم الفترة دي لصالحكم انتوا. انتوا في رزق، لا اما بتحبوا البحر، لا اما بتحبوا السمك، لا اما بتحبوا الامور اللي دايما بتدل على الرزق. انتوا بقالكم مدة بتفكروا، وفي حاجة عندكم هتتفتح تخص استقرار. طيب انتوا هنا عايزين تستقروا الفترة دي بأي طريقة. في حد مغلبكم، في حد يعني هو بيحبكم بس مغلبكم، عمالين تجروا وراه، ما مش عارفين تتلموا عليه، في امور عامله لكم عراقيل. انتوا عايزين تغيروا اكتر من وضع الفتره دي، لان الاوضاع اللي انتوا فيها دي مش عارفين تفسروها. انتوا متأثرين اول فترة دي بحاجات كتيرة جدا في قلبكم، في نصب، حد نصب عليكم في خصوص بمال، ضحك عليكم، الله اعلم. انتوا عندكم مواجهة مع اعداء كبيرة، وحد هينصفكم في الكلام، حد بيحكم بالعدالة او دايما معاه ميزان العدالة، وانتوا دايما بتتحبوا تسمعوه. انتوا قاعدين وحاطين ايدكم على خدكم في اوضه ضلمه والباب مقفول وبتفكروا تاخدوا ازاي حقكم من الناس دي. تفكير في حاجات مش مرتاحين فيها، انتوا حاسين ان انتوا متعذبين ومظلومين، عايزين رجوع حقكم. انتوا دلوقتي حاطين مشاعركم على جنب وحاطين حقكم على جنب اللي هو اكبر، يعني انتوا كل حاجة رمينها ورا ظهركم، حقكم ثم حقكم ثم حقكم ومفيش اي حاجة تاني. انتوا عايزين تحتفظوا بحاجات كده تستخبوها، لكن الاضواء عليكم. انتوا الفترة دي عندكم بداية جديدة، والبداية الجديدة دي هتكون مادية، لان انتوا هتبدأوا تسددوا اللي عليكم، هتقبضوا جمعية، هتسدوا قسط بنك، قسط عربية، الله اعلم، لان هتاخدوا خطوة جديدة، والخطوة دي هتكون طريق مفتوح حلو قوي ليكم. انتوا عايزين تطلعوا من المكان اللي انتوا فيه، وعايزين تفضوا شراكة مع واحد، لان انتوا ما بتحبوش الشراكة خالص، او ما بتحبوش انتوا تكونوا في نفس الوضع اللي انتوا فيه. انتوا بتفكروا كتير، بتفكروا في اكتر من حاجة، ودايما دايبين افكار رهيبة عليكم، يعني بسم الله ما شاء الله عليكم في اكتر من حاجة. انتوا عايزين تاخدوا خطوة بخصوص حد، لو انتوا مستني عايزين تخطبوا، او انت في حاجة بخصوص زواج عايزين تاخدوا خطوة اتجاه في زيارة لأهل البيت، والزيارة دي هتكون استقرار عاطفي. هتكونوا جدا الفترة دي حكمة جدا في كلامكم، حكمة جدا في أفعالكم،
لان مش هتطلعوا خسرانين تاني، وهيبقى في احتفاظ في نفسي بكل حاجة في حياتكم. انتوا هتعملوا اكتر من مواجهة الفترة دي، واكتر من طريق هيكون قدامكم مفتوح، لان هتتخطوا خطوات وهتتخطوا مشاكل كتيرة جدا. انتوا حاسين ان في حد بيلعب بمشاعركم، بيلعب بكلامكم او بيستهتر بيكم، وهتبصوا له بصة ان انتوا لازم تتخرجوه من حياتكم، وبالفعل هتخرجوه من حياتكم. طيب انتوا مأذيين من حاجة، في جرح في ايدكم، في كسر في ايدكم او في رجلكم، في وجع، في حاجة عندكم في جسمكم، لا اما علامة مكان اثر جرح او مكان اثر حاجة، لا اما حصل لا قدر الله يعني حصل حادث كان في حياتكم، في حاجة، في علامة في جسمكم، في رجلكم، بتمسكوا دايما، عندكم وجع في المفاصل، في وجع في عندكم القولون او العصب السابع بسبب صدمات مريتوا بيها. انتوا محتاجين حد يحس بيكم، محتاجين حد يحتويكم، محتاجين حد يصونكم، لان انتوا بتتعاملوا في العاطفة بحب جدا، وانتوا من الاشخاص اللي طيبين اللي بتروحوا للشخص اللي يطبطب عليكم ويكون حنين عليكم. يعني لو كانت الام حنينة فانتوا بتروحوا للام، لو كانت الصديقة الحنينة فانتوا بتروحوا للصديقة، لو كانت الزوجة فانتوا بتروحوا، انتوا بتروحوا للشخص اللي بيكون حنين عليكم ويطبطب عليكم. ما بتحبوش الظلم ولا الكلام السلبي ولا المشاكل، لكن في واحدة من دمكم ولحمكم أكل حقكم، هي أخت، هي حد من دمكم ولحمكم، في حاجة عندكم عايزين تفسروها ومش عارفين، عايزين تاخدوا خطوة، ولكن في حاجة متلخبطة، لكن بإذن الله في معجزة، المعجزة دي هتكون من عند ربنا، لأن انتوا صبرتوا على حاجات كتيرة جدا، الله أصبرتوا، محدش يصبر على اللي انتوا بتصبرتوا عليه، وبإذن الله ربنا هو اللي هيأثر لكم الأمور، بس انتوا بتحلموا لإما بعقارب لإما بتعبين أو بقطط، بتحلموا بحاجات بتدل على السحر أو على الحسد الشديد. بإذن الله ربنا هو الكريم بكل حاجة، ومن كل من أذاكم ربنا هيأذيه، وهينقلب السحر على الساحر، لأن انتوا هتكونوا في قمة الازدهار، وهتكونوا لابسين تاك الملوك، لأن انتوا خدتوا قرار ان انتوا تشتغلوا على نفسكم، خدتوا القرار ان انتوا تعفروا وتجهدوا وتشوفوا حياتكم هتمشي ازاي. عندكم مرات أخ، مرات أخي مش حابة الخير أبدا، وهي بس مش عارفة تتملك، أول ما هتمتلك هتتسيطر وهتعمل حاجات كتيرة جدا انتوا مش أخدين بالكم منها، فخدوا بالكم منها وحطوا عينكم عليها، لأن هي حقودة وغيارة ومبتحبش غير نفسها. عندكم حد خدوا بالكم منه، اذا كانت بنت اخوكم، ابن اخوك، ابن اختك، انتوا عندكم بنت اخوكم او بنت اختكم عندها حوالي 16 17 سنه، خدوا بالكم منها، اهتموا بيها، او وصوا اهلها عليها يهتموا بيها، لان انتوا مش عايزين مشاكل ومش عايزين عراقيل تكون موجوده في حياتكم. ثقتكم بنفسكم هي اللي هتخرج الهموم من حياتكم، وما تساكوش في صديقه ولا في صديق ولا في اي حد من ناحيه اي حاجه تدخلوه بيتكم، لان اللي هتدخلوه بيتكم هترجعوا تدفعوا ثمن كبير جدا. اتمنى لكم السعاده والهنا والرزق والتفاؤل، ولو قراءتنا كانت عجبتكم او كانت خفيفه على قلبكم انزلوا بلغوني باللايك الجميل وبالتعليق اللي يستاهل القراءه بتاعتكم. تحياتي ليكم.